السلام عليكم. أنا خلف الغامدي وابني بندر وابن قريبنا زهير من السعودية أكلي ونسكن في الدمام. ولدي بندر وزهير ابن قريبنا أكلي لسه خلصوا الثانوية السنة هذه خلال 2012 أكلي في جون. فطبعا لما خلصوا كانوا يفكروا ويحاولوا يختاروا فين يكملوا دراسة من ضمن الجامعات اللي فكرنا فيها كأسرة اللي هي جامعة هيوستن لزميلي في العمل ابنه يدرس هنا ما زال يدرس هنا كله ساكن في نفس الكامبس حق الجامعة اللي هو سكن الجامعة. فالتقينا مع بعض وسوينا لقاء كمان مع ابنه عن طريق السكايب سيستم في الانترنت. شفنا طريقة الفاسيليتيز اللي عندهم هنا والمباني وقربها من الفصول. يعني شيء طيب صراحة أنه يكون أول شيء الطالب يدرس في جامعة مثل هنا فيها مختلف الجنسيات تقريبا يساعده على تقوية اللغة الإنجليزية عنده في أسرع وقت. الثاني أنه يسكن داخل السكن الجامعة أقل شيء في البداية أقل شيء سنة في البداية بحيث أنه يقدر يختلط مع طلاب من جنسيات أخرى ومن جنسية أهل البلد نفسه بحيث أن لغتهم الإنجليزية تتقوى في أسرع وقت ممكن حتى يقدر يجتاز مرحلة اللغة الإنجليزية ويدخل الجامعة إن شاء الله ويبدأ دراسة الفعلية. طبعا من ميزات السكن داخل السكن الجامعة أنه يتفادى المشاوير رايح جاي يوميا من خارج الجامعة الطرق يعني الكبيرة والسريعة إلى الجامعة وفي الأخير يرجع في نهاية الدوام إلى البيت. فداخل الجامعة السكن هنا يكون قريب جدا من الفصول متوفر الكافيتيريا متوفر المكتبات متوفرة تقريبا متوفر عيادة طبية متوفر تقريبا جميع الخدمات اللي يحتاجها أي طالب في أي سكن في فترة الجامعة. أنا خصوصا في بداية المرحلة الجامعية أنصح أنه يكون داخل السكن داخل الجامعة بقدر الإمكان. شكرا. السلام عليكم، أنا بندر الغامدي من السعودية من الدمام. وأنا زهير حامد الغامدي من السعودية من الدمام. فكرنا في عدة جامعات ضمن جامعة هيوستن ولعلمنا عليها ابن صديق الوالد وتواصلنا معه عن طريق السكايب ورانا الصور حقت الجامعة وقررنا من بعدها يعني نتعلم اللغة الإنجليزية والمرحلة الجامعية نتعلمها هنا في جامعة هيوستن. ويعني شفنا كل شيء حولنا العيادة الصحية الجيم الكافيتيريا كل شيء حولنا ما شينا يعني ما في شيء ناقصنا. والجامعة صراحة جدا ممتازة فيها كل شيء يحتاجه الطالب المكاتب وعيادات والجيم وكل شيء. والسكن أفضل شيء واحد يسكن أو بالنسبة لأول سنة يسكن داخل الجامعة لأن كل شيء قريب وآمن من الخارج ومن عيادات وكلاسات كل شيء هنا قريب داخل الجامعة. وشكرا. شكرا.